أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة جاء منها هذا السؤال: هل صحيح أنكم يا صاحب الفضيلة أفتيتم بأنه لا تجوز مقاطعة الضبائن الأمريكية؟ ما قلنا لا تجوز، نقول لا تقاطع إلا بأمر من ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بمقاطعتها لا تقاطع. أما مقاطعة فردية من بعض الناس هذه لا تجوز فيها ولا تحرم الحلال، الأصل أنها حلال، فلا أحد يحرم الحلال إلا إذا صدر من ولي الأمر الذي ينظر لمصلحة المسلمين ومصلحة البلاد، إذا صدر منه أمر فإنه يجب الامتثال ومقاطعة بضائع الدولة الحربية التي تقاطع.